معانا زميلنا الاستاذ يوسف البدري مساعد رئيس تحرير مصر يوم. اهلا بيك يا فندم. استاذ عمرو مساء الخير، اهلا بحضرتك. ايه اللي حصل في المحكمه النهارده؟ النهارده احنا بنتكلم على قضيه شقه الزمالك او مغاره علي بابا. احنا لنا 13 شهر تقريبا احداث هذه القضيه، بدات يوم 27 مايو 2021 عندما توجهت اداره التنفيذ لمحكمه جنوب القاهره لتنفيذ شق مدني حول خلاف بين اثنين موجودين في شقه الزمالك. عثرت على مضبوطات وقطع اثريه، وكنا حضرتك انفردنا واثرنا هذه الموضوعات طوال 13 شهر في برنامج حضرتك المنصه الكبيره. يوم 14 النيابة العامة 14/6/21 النيابة العامة بدأت تحقيقات، يوم 15 بالضبط النيابة بدأت تجرد الحاجات اللي كانت موجودة في الشقة، ويوم 14 ديسمبر النيابة العامة الموقرة أعدت مؤتمرا صحفيا، وحضرتك زعته كان فيه سيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي ومصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، أفردت فيه النيابة العامة عدد القطع الأثرية الموجودة داخل الشقة وكان عددها 1684 قطعة أثرية. يوم 1 فبراير كانت الإحالة من النيابة العامة للمتهمين لمحكمة الجنايات، واتهام آخر هو غسل الأموال. يوم 19 فبراير كانت أولى الجلسات، النهاردة 18/6 أول حكم، وهو اللي احنا بنقول عليه حكم درجة أولى بإدانة أحمد عبد الفتاح وزوجته ماجدة محمد محمود بالسجن 5 سنوات في واقعة الإتجار في الآثار. المحكمة عندما قالت حكمها اليوم هي نطقت بما جاء من أوراق أحالتها النيابة العامة، استندت فيها إلى 16 شاهد إثبات. القاضي وزوجته مثل أمام النيابة العامة، والنيابة العامة أخلت سبيل المستشار بكفالة مالية 1,000,000 جنيه في بداية التحقيقات. كمان النيابة العامة أدرجت المستشار وزوجته على قوائم منع من السفر. المستشار حضر جلسات محاكمة 3 كانت المحكمة حضرت النشر فيها، وأثبت حضوره وقدم دفاعه ما راق له. كمان المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة العامة اللي طلبت بتوقيع مواد قانون العقوبات على المتهمين بتهمة حيازة الآثار والإتجار فيها، وأثبتت ده في المحكمة. النهاردة القاضي وزوجته ما حضروش، ولكن الحكم اليوم هو حكم حضوري. كلام دفاع المستشار أحمد عبد الفتاح النهاردة، المحكمة لم تصدر حيثيات بعد، المحكمة لها مدة قانونية 30 يوم ستودع فيها حيثياتها، بعد إيداع الحيثيات في مدة 30 يوم يكون لحق دفاع المتهم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض. طيب خلال 30 ده يوم. ده معناه إن في سؤالين فنيين. السؤال الأول، سيادة المستشار وزوجته في مصر، موجودين جوه مصر وحضروا 3 جلسات من ضمن جلسات المحاكمة اللي كانت معقودة في محكمة جنايات القاهرة بعبدين. السؤال الفني الثاني، هل هم يعني هيسلموا نفسهم ويدخلوا السجن لغاية النقض، ولا يعني الإجراءات بتبقى عاملة ازاي؟ والله يعني المستشار أحمد عبد الفتاح أكيد هو رجل قانون، يعلم أن هذا الحكم هو حكم واجب النفاذ، عليه أن هو يتقدم طواعية لتنفيذ هذا الحكم القضائي. إن لم يتقدم بتنفيذ هذا الحكم القضائي في صيغة تنفيذية لتنفيذ هذا الحكم بمجرد صدور الصيغة التنفيذية هذا الحكم. يعني أنت بتقول لي أن حضرة القاضي وزوجته يجب أن هم يسلموا نفسهم ويدخلوا السجن لغاية ما يحصل النقض، هذا هو الإجراء. هذا هو الإجراء، ولكن إذا طال عدم تسليم المتهمين المحكوم عليهم اليوم، هناك جهات معنية بتنفيذ الأحكام سيتم تنفيذ هذا الحكم. وده مش على هذا مش في القضية دي، في كل القضايا المشارة هذا هو حكم جنايات قابل للطعن عليه قدام محكمة النقض، ولكن عندما يطعن على احنا على الأقل قدامنا صبر، احنا قدامنا 60 يوم قدامنا شهر او 60 يوم على ما النقض يتعمل بالفعل. فانت بتقول لي يا يسري، انت بتقول لي ان هو لازم ال 60 يوم ده هو وزوجته يكونوا في السجن؟
ايوه قبول الطعن امام محكمه النقض يجب ان يكون المتهم المحكوم عليه محبوسا حتى تكون الاجراءات شكليا مستوفاه وفقا للقانون، ان هو ما ينفعش واحد بيطعن على حكم يكون بره، لازم يبقى موجود داخل القصر. وفي حالات في قضايا مشابهه المتهمين سلموا نفسهم في يوم نظر الطعن قدام محكمه النقض. اللي انا بفهمه انه الناس اغلبها بتعمل ايه؟ محدش بيسلم نفسه دلوقتي، يعني ما يروحش يسلم نفسه ويقعد 60 يوم، هو بيسلم نفسه قبل النقض بيوم. طب ما هو انا عايز اقول لحضرتك انه في صيغه تنفيذيه المحكمه بكره او خلال ايام معدوده هتكون لدى الجهات المعنيه بتنفيذ الاحكام، وهيتم القبض عليه على اساس ان هو عنوانه ثابت لدى النيابه العامه ولدى المحكمه اثناء الوصول امامها، وهو اخلاء سبيله من النيابه العامه كان تقديرا لسنه ووظيفته القضائيه، المنصب القضائي اللي كان بيشغله. احنا بنتكلم على رجل قانون، وهذا هو اللي احنا قلناه منذ اللحظه الاولى. بعض الاشخاص كانوا في هذه القضيه وكانوا اطراف في هذه القضيه كانوا بيحاولوا يروجوا معلومات مغلوطه للراي العام. احنا قلنا من اللحظه الاولى في برنامج حضرتك في منصه حضرتك، احنا ايا كان الحكم القضائي في هذه القضيه او غيرها علينا ان احنا نحترم احكام القضاء. طيب واضح انه النوته او الـ التسجيل للأثارات وخروجها ودخولها كان له أثر كبير في هذه المسألة، إنه إحنا عندنا أثار كذا تم بيع كذا بسعر كذا والأرباح كذا طبقا للكلام اللي موجود النهاردة. يبدو أن ده كان عنصر مؤثر لي دور في إثبات الإتجار. هو دور إثبات الإتجار كان واضح من المجهود اللي بذلته جهات التحقيق قبل أن تحال القضية إلى المحكمة. أنا بقول لحضرتك النيابة العامة عملت إيه يا أستاذ عمرو وأذكر حضرتك؟ نقلت محتويات الشقة اللي موجودة في منطقة الزمالك وخدتها في قاعة ملحقة. إحنا معانا الفيديو الشهير ده، يعني متحف صغير يعني خدت 5 شهور بتعمل أعمال جرد، أثبتت ده في 300 ورقة لهيئة المحكمة، قالت أن هذه القطعة الأثرية بفحصها عن طريق لجان مشكلة من المجلس الأعلى للآثار من جامعة القاهرة من بعض المتخصصين تعود إلى العصر كذا. وهذه الأشياء بمجرد وصول المتهمين من دولة الكويت تم استجوابهم، ومنهم من أقر، وبعض المستندات اللي حضرتك كنت بتسأل عليها ان هو تم استجابة لكل طلبات المستشار. بعض القطع الأثرية الخاصة الممتلكات الشخصية اللي هي لا تخضع لقانون حماية الآثار ولم يخطر بها المتهمان، والأوراق اللي كانت في المحكمة أثبتت يقينا لدى النيابة العامة ولدى المحكمة التي نظرت هذه القضية أن هناك إدانة للمتهمان في هذه القضية في هذه الواقعة، بدليل أن المحكمة اليوم نطقت أن هناك أوراق أثبتت أن هناك بيع لقطاع أثرية واختسام الأرباح مناصفة. يسري، سؤال فني برضو، المصادرة بتاعت النهاردة دي نهائية ولا هي مرهونة بمسار القضية حتى نهايتها؟ لا، هي المصادرة كده، المصادرة قدام، ده احنا قدام حكم قضائي، والنائب العام في البيان السابق قبل كده سلم كل القطع الأثرية اللي كانت موجودة واللي تبين ان هي قطع أثرية سلمها الى المجلس الأعلى للآثار تكون تحت حوزة المجلس الأعلى للآثار. لا يسري نهائية. المصادرة نهائية. يعني هذه الآثار هي في حوزة الدولة وانتهينا. هي في حوزة الدولة عندما تنطق محكمة النقض وهي أعلى جهة قضائية بشيء مخالف. إحنا النهاردة قدام حكم قضائي صادر بالمصادرة. يعني مثلا هذا الرجل قام بالنقض لأنه المحامي بتاعه بعد بيان طبعا يطعن بالنقض طبعا وخد براءه مثلا، ده انا بفترض تعود له قطعه الاثريه من الدوله، ولا موضوع الاثار ده موضوع منفصل؟ معلش فكر بس شويه قبل ما تجاوب لان ده موضوع فني جدا.
لا أصل أنا يعني ما أقدرش أجاوب على القصة دي، خاصة إن هو في بيان سابق للنيابة العامة وفي قرار من المحكمة بالمصادرة أن المتهمين لم يخسروا الجهات المعنية وفقا للقانون 119 من قانون تسجيل القطع الأثرية، إنه هذه القطع قطع أثرية مش ملك أنا، في أشخاص معينين لدى الدولة ومسجلين لدى جهات الدولة من حق، يعني ملكية يا يسري، يعني ملكية هذا الرجل الدولة. ملكية هذا الرجل لم يثبت فيها قطعة واحدة أنها كانت قانونية؟ لا، ال 119 قطعة أثرية من ممتلكات أسرة محمد علي، 1384 قطعة أثرية من الحضارة المصرية، العصور القديمة، العصور الإسلامية، عصر أسرة محمد علي، وجميعها تخضع للحماية قانونا وغير مسجلة لدى المجلس فدول الأعلى للأثار. فدول انت بتقول لي على مسؤوليتك، ويمكن نسال تاني معلش، انت بتقول لي قولا واحدا دول راحوا للدوله ولن يعودوا؟ ده موجودين لدى في حوزه المجلس الاعلى للاثار، عندما تقول اي جهه قضائيه عليا ان هذا الحكم تم نقضه وتم صدور احكام مخالفه غير الاحكام اللي صدرت النهارده بالسجن 5 سنوات، يكون فيها شق فيما يتعلق بالمصادرة في القطعة الأثرية اللي آلت حوزتها إلى المجلس الأعلى للآثار. الأستاذ يوسف بدري، مساعد رئيس تحرير المصري يوم، بشكرك شكرا جزيلا.